السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض قواعد للفرنجيل. طبعا هي طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. اول حاجة بقى انا هدخل في الشغل على طول عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة بقى علشان نعمل مع بعض القواعد ديت، دي طبعا عشان كوبايات الشاي وكده والفناجيل القهوة. اول حاجة بقى عشان نعمل مع بعض القواعد ديت، هنعمل عقدة البداية زي ما انتم شايفين. هعمل 1 2 3 4 5، هنعمل 5 غرز سلسلة وهندخل في اول واحدة وهنعمل غرزة منزلقة زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنعمل ارتفع سلسلة وهعمل غرزة حشو زي ما انتم شايفين. نعمل غرزة حشو طبعا زي ما شايفين. القواعد ديت زي نظام مفرش الكروشيه، الطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. هدخل في اخر واحدة بكده بغرزة منزلقة كده، ايه اصبح معايا كده قفلنا الدايرة خلاص. هرتفع كمان سلسلة وهعمل في كل واحدة من دول 2 غرزة عمود بلفة او حشو على حسب الغرزة اللي انت حباها. انا هنعمل غرزة عمود بلفة، 1 2، عملت اول واحدة اهي. بعد كده هنعمل في اللي بعدها 2 غرزة عمود بلفة، دخلت كمان في اللي بعدها، ادخل في اللي بعدها، في كل واحدة بعمل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كمان هو واحدة عملت 1 2 3، عملت فيهم كل واحدة غرزة 2 عمود بلفة. دي التانية. بعد كده هدخل في اللي بعدها على طول وهعمل برضو 2 غرزة عمود بلفة زي ما انتوا شايفين. التانية اهو، طبعا الشغل واضح جدا اهو. بعد كده هنعمل اللي بعدها، ادي اول واحدة، تاني واحدة في نفس الدايرة، عملت غرزة عمود بلفة. هدخل في اللي بعدها برضو هنعمل 2 غرزة عمود بلفة. هندخل في اللي بعدها على طول ونعمل برضو غرزة عمود بلفة. ادي اول واحدة، التانية، فاضل دي اخر واحدة هنعمل برضو فيها 2 غرزة عمود بلفة. انا كده خلصت اهوت اخر سطر. هدخل بقى في اول واحدة انت اشتغلت فيها وهنعمل غرزة منزلقة زي ما انت شايفين اهو. هرتفع سلسلة وهندخل في برضو الاول واحدة هنعمل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعدها غرزة عمود بلفة. وبعد كده هعمل في اللي بعدها 2 غرزة عمود بلفة زي ما انتوا شايفين اهو. يبقى انا عملت اول واحدة غرزة عمود بلفة، التانية برضو غرزة عمود بلفة، وعملت تزايد في اللي بعدها على طول. هنعمل برضو في اللي بعدها 1 غرزة عمود بلفة، وبعدين اللي بعدها برضو نفس النظام، 1 غرزة عمود بلفة، وحاجي في اللي بعدها على طول اعمل تزايد، هعمل 2 غرزة عمود بلفة زي ما انتوا شايفين كده اهو. يبقى انا في البداية عملت 5 غرزة سلسلة. انا عايزة كده ايه القواعد تبقى باينة بالنظام ده كده، علشان دي زي نظام المفرش بالظبط. وانا حابة ان الغرزة بتاعت القواعد دي تكون كبيرة كده زي ما شايفين، غرزة العمود بلفة. عملت بعد كده ايه كل غرزة من دول، عملت 2 غرزة عمود بلفة في السطر الثاني. السطر الثالث عملت غرزة عمود بلفة، عملت 2 غرزة عمود فلفل في كل واحدة.
وبعد كده عملت تزايد. انا عملت غرزه كده 1 2، وبعد كده عملت في الثالثه تزايد، عملت فيها ايه غرزتين عمود بلفه، وهكذا لحد اخر السطر. هنعمل عمود بلفه، وبعد كده عمود بلفه، وبعد كده في الثالثه تزايد، عمود بلفه وعمود بلفه، في الثالثه تزايد، وهكذا نفس السطور بالظبط. هنعمل لحد كده، وهنرجع نشوف السطر اللي بعده هنعمله ازاي. كده خرجت لاخر السطر، هنعمل برضو غرزه منزلقه في اول واحده اشتغلت فيها، هنعمل فيها غرزه منزلقه واقفل معايا السطر. بعد كده بقى عشان هنرتفع سلسله، وهنعمل 1 غرزه عمود بلفه، وبعدين بعدها برضو غرزه عمود بلفه، 3 غرزه عمود بلفه، وهنعمل تزايد بالظبط في اللي بعدها على طول. هنعمل تزايد، يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل 3 غرزه عمود بلفه في كل غرزه من دول، وبعد كده بعمل تزايد. بعد كده هنشتغل 1 غرزه عمود بلفه في اللي بعدها على طول، 1 غرزه عمود بلفه، واللي بعدها برضو 1 غرزه عمود بلفه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بنعمل تزايد، بنعمل ايه؟ تزايد على طول زي ما انتم شايفين كده في اخر واحده بنفس النظام ده بالظبط. هنكمل السطر ده بنفس النظام. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل 3 غرزه عمود بلفه في كل واحده من دول، وبعمل تزايد. هكمل السطر بعد كده بقى، هنكمل السطر اللي بعد كده. انا قفلت طبعا السطر ده بمنزلقه، وارتفعت كمان اهوت عمود. بعد كده بقى انا حابه ان انا اعمل تزايد في كل سطر من دول، تزايد علشان يبقى معايا الشغل مع دول. هنعمل في كل سطر من دول هنعمله تزايد، يعني مثلا في كل واحدة هنعمل 2 غرزة عمود بلفة. طبعا انت لو حابة تشتغلي القواعد ديت بحاجة تانية، بأي غرزة تانية، طبعا زي ما انت حابة ممكن تغيري بأي غرزة تانية انت حباها. انا بقى حابة نعمل ان في كل غرزة من دول 2 غرزة علشان نظبط معانا الشغل. في كل واحدة هنعمل 2 غرزة عمود بلفة. وبعد كده بقى هنعمل نظام كده، طبعا رسمة زي رسمة ميكي ماوس بالنسبة للقواعد ديت، بطريقة جميلة جدا هتشوفوها دلوقتي. بس نكمل السطر ده، انا هكمل السطر ده بالنظام ده كده وارجع لكم. نعمل مع بعض بقى، شوف هنعمل مع بعض الخطوه اللي بعد كده ايه. كده انا كملت طبعا القاعده، وكده اخيره معايا كده. طبعا لو انت حابه ان انت تكبري عن كده اوكي، بس انا كده بالنسبه للدايره بتاعتي خلاص كده. انا بعد كده الخطوه اللي بعد بعد كده هنعمل، هقص الخيط طبعا وهداري الخيط اللي فاضل ده، وهنعمل بقى ايه، اشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. انا طبعا هدير الخيط اهو. لو انت عندك ابره تنظيف ممكن برضو تستخدميها، ممكن برضو بتدريب ابره الكروشيه زي ما انت شايفه كده. انا حابه بقى ان نعمل ايه، هنعمل بقى شويه حاجات لزوم الزينه وكده. طبعا خلاص كده، ده كده بالنسبه للخطوه اللي بعد كده. هنعمل مع بعض طبعا نفس نظام الدايره ديت، بس انا هعملها بطريقه صغيره جدا. هتشوفوا دلوقتي ايه اللي هنعمل. انا هعمل عقده البدايه كده، وهنرتفع 1 2 3 4، وهنقفل بغرزه منزلقه زي ما انتم شايفين. انا كده عملت اهوت 4 غرز سلسله وقفلت منزلقه. بعد كده عملت طبعا غرزه حشوه عشان دي انا عايزاها تكون صغيره، وقفلت بمنزلقه. انا بقى هرتفع
سلسلة، وبعد كده هعمل ايه في كل برضو واحدة من دي هنعمل 2 غرزة حشو. انا هستخدم هنا غرزة الحشو علشان زي ما انتوا شايفين ان دول هيبقوا صغيرين شوية. زي ما انتوا شايفين بعمل في كل واحدة 2 غرزة حشو. وبعد كده هقفل بمنزلقة زي ما انتوا شايفين بالنظام ده كده. انا هرتفع سلسلة كمان وهنعمل زي ما انتوا شايفين برضو هنعمل كمان سطر. هنعمل كده غرزة 2 غرزة حشوة في كل واحدة، وهنعمل في اللي بعدها تزايد. يعني انا هعمل ايه، غرزة حشو وغرزة حشو تزايد بالنظام ده كده. يبقى هنعمل غرزة حشو وبعد كده غرزة حشو وبعد كده ايه تزايد بالنظام ده كده زي ما انتوا شايفين على طول. وهو سطر واحد بس اللي انا محتاجاه، مش هحتاج اكتر من كده. يبقى انا بعمل غرزة حشو بعد كده غرزة حشو وبعد كده ايه تزايد. انا هعمل كمان 2 بالطريقه دي. يعني انا عملت واحده، هنعمل كمان واحده، وتعالى بقى نشوف هنعمل مع بعض بعد كده الخطوه اللي جايه ايه. انا كده عملت 2 اهم. انا بقى حابه ان انا اعملهم كده، فلسه برضو بخلصش الموضوع كده خالص، لسه لسه فاضل هنعمل في يونكه صغيره كده. طبعا زي ما شايفين هنعمل عدد كده مناسب علشان نعمل مع بعض الفيونكه دي. هعمل كده القاعدة معايا خلصت كده خلاص. هو ده الشكل اللي انا عايزاه. طبعا انا لسه هثبتهم بالخيط، ويبقى كده خلص معايا القاعدة دي خلصت معايا خالص. اتمنى يكون شرحها كان واضح وبسيط. لو عجبكم الفيديو بقى تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديدي. باي.